خويا كنا نهار السبت مع شي 11 ونص الليل كنتعشاو شي شويه خويا كنحسو بالارض هوات بينا مشات وجات يعني حنا تيحسب لينا الزنزال خرجنا تمين غادي كنجريو السكان كلهم هبطوا شي شويه جاو اعوان السلطه جا القيد وداك الشيء دخلوا شويه جا الباشا جاو البوليس هذا خرجوا الساكينه كلشي صحاب العماره خرجوا من خرجوا بقينا واحد شي شويه قال لنا صافي ما ترجعوش للعماره الغد الاخر بدنا غير في الزنقه الساكنه كلها كاع اللي ساكن في العماره خرج بقينا في الزنقه اللي الكل ماشي يجينا النعاس صافي مع ديك الثلاثه جاوا الضحى عيطوا ليهم جاوا عينوا هذا شافوا ما يقولوا لينا لا غير يدخلوا دخلوا الناس دابا سكنوا انا قال لي غتخوي انا كيحسب لي زعما اثنين غيصلحوا ولا ثلاث خويت حيت طرحي لي حيت حوايجي جاوا قلبوا حشاك طواليت فرعوها ما لقاو فيها والو ما قلنا لا من الماء شويه انا سديت الدار مشيت لدارنا واحد جاري قال لي ها انت هاكي السكنه هي تسكني فيها وانا في نفس الموبل يعني انا نقدر ولا غدا نقدر نطيح حتى انا سكننا بحال هكا انا ما كنتش كنت في دارنا عيطت لي الجاره قالت لي جي جيت انا والزوج ديالي قالت لي سمعنا بحال شي حاجه عاوتاني مشات وجات جينا لقينا الارض هوات لقينا السقف طاح صافي من عيطت لواحد المسؤول في الضحى قلت ليه ها انت الله يجازيك بخير كان عندي التليفون ديالو هو اللي كان كيتعامل معنا قلت ليه الله يجازيك بخير هاد الدار هودات اش غديروا معانا قال لي لا اختي راه فتو الكارانتي 12 عام دخلت عند المدير قال لي لا ما نديروا معاك والو راه فات 12 عام لا بالعكس القايد كيقول لي انا معاك قالها ليا ولاني من عيطت لاخر مش هادشي هبط وعيطت لاخر الاخر قال لي لا انا ما ماشي سوقي انا قال لي راه قال لي سيروا صيبوها ولا دبروا راسكم من الضحى انا خويا ما عايشاش نكذب عليك انا دابا ما بين دارنا وواحد الدار عطى لي واحد جاري يعني انا دابا جالسه في دارنا ولاني ولادي غيقراو ما يمكنش انا نتم جايه من دارنا والبعد الدراري غيقراو بالنسبه للقضيه اللي قلتينا ديال الميكا شنو التفسير ديالك خويا جينا جاو الناس كيقلبوا لقاو غير الميكا والتراب باش معمرين ما دايرينش هما واحد طابيه وما دايرينش شبكات الارض يعني بقات الدار حيت انا ما كنعمرهاش بزاف الدار اغلبيتي نكون في دارنا من 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 تفورصات عليها ولا الله اعلم راه هبطات يعني شحال هذيك كنتي كتسمع كتكون غادي كتسمع الارض بحال اللي كتسمع وخصهم يصيبوا هذا الشيء ما يمكنش كيبنيو ويصيفطوا العباد الله يسكنوا هذه راه بشر ماشي حيوان حنايا يعني خصهم يصيبوا لنا شي حاجه زوينه اللي نبقاو عايشين فيها وتبقى مده طويله ماشي الله 12 عام الدار طيح بك راه حشومه هذا الشيء والله